بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء الحكومة، السادة أعضاء مجلس نواب الشعب، السلام عليكم ورحمة الله. لاحظت سيدي رئيس الحكومة أن مشروع برنامج الحكومة المعروض علينا اليوم لا يدرج المشاكل الكبيرة لقطاع التعليم ضمن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة، بل نجدها في آخر الإجراءات المطروحة رغم حساسية هذا القطاع، ولم يؤخذ بعين الاعتبار التحركات الشعبية الأخيرة التي قام بها تلامذتنا والأولياء والإطار التربوي. اليوم يواجه قطاع التربية والتعليم إشكالات عديدة مثل البنية التحتية المتردية للمؤسسات التربوية، النقص في الإطار التربوي، كذلك النقص في القيمين، النقص في المتفقدين، وهذا يعني نقص في التأطير البيداغوجي للمربين وينجر عنه ضعف الأداء. وأمام أهمية هذا القطاع الذي يعتبر قطاعاً استراتيجياً يمكن من تحقيق التنمية الشاملة وتكوين المواطن الحر والمعتز بكرامته، علينا أن نولي هذا القطاع الاهتمام اللازم. ومن الضروري أن يكون الإصلاح شاملاً يبدأ بتشخيص عاجل لأزمة المنظومة التربوية في مستوياتها التعليمية والتربوية والمؤسساتية من أجل الانطلاق الفعلي والحقيقي في عملية إصلاح تربوي شامل وجذري ومتدرج، والعمل على رفع التحديات مثل الفشل المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة. ورجاء سيدي أن يفتح حوار مجتمعي يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، كل مكونات الأسرة التربوية، الأولياء، المنظمات وجمعيات ذات الشأن التربوي، حتى نوفر الحد الأدنى من الاستعداد والتعاون على تطبيق هذه الإصلاحات. ومن أهم التحديات المطروحة أمامكم أولاً البنية التحتية المتهرئة وضرورة وضع خطة وطنية ورصد الاعتمادات اللازمة لتهيئة المدارس خاصة في المناطق الداخلية وإزالة الفوارق بين الجهات. ثانياً القيام بإصلاح على المدى القريب يشمل إعادة النظر في الزمن المدرسي وتطوير المضامين وملائمتها مع المعارف المستجدة والعلوم الحديثة وتحسين التمشيات البيداغوجية وتنويعها ومراجعة منظومة التقييم. ثالثاً تنفيذ برنامج تكوين ورسكلة لفائدة المربين في الأساليب البيداغوجية وطرق التعليم الحديثة. ثم رابعاً تحسين الظروف الاجتماعية لكافة مكونات الأسرة التربوية الذي سينعكس إيجابياً على أدائهم. وفي الأخير أذكر سيدي بضرورة التفاعل الإيجابي والسريع مع المطالب الشعبية، وخاصة ما تعلق بالتحركات الأخيرة مثل السيزيام والبكالوريا وطلبة الهندسة. وشكراً.